اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك. اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه. المراه الفاضله هي تاج لفعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن. من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمغطس، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس. دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا. اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي. التغيير اللي هيعمله في حياتك؟ أكيد هيخرجني أماكن كتيرة بره. أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا. إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات. من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت. مت؟ آه. I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him. اهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. احنا دلوقتي في العربيه وفي طريقنا لمكان صحراء، وفي المكان الصحراء ده واحد شخص قرر انه يبني ماونتن او جبل للرب، مذبح للرب. الشخص ده جه وعاش 30 سنه في الجبل ده وبناه ورسمه بمواهب ما كانتش عنده اصلا، لكن اكتشف انه عايز يعمل حاجة كبيرة قوي لربنا ومش عارف يعمل ايه. كان راجل فقير وغلبان، يعني نقدر نقول كان هوملس، وكان عايش على العربية بتاعته، الترك الابيض بتاعه اللي ما نروح ونشوفه، لكن قرر انه يعمل مسبح للرب. قال اصل انا بحب ربنا قوي وما قداميش غير الصحراء وانا عايش في الصحراء، طب هعمل ايه؟ لازم اصنع حاجة يفتخر بيها إلهي واعلن عن حبه للخليقة. كل الموضوع بتاع مستر لينارد نايت عن حب ربنا، God is love، God is love، كل اللي كان عايز يقوله ربنا بيحب. شوفوا احنا ماشيين في صحراء دلوقتي، ناحية دي جبل، كلكم شايفين الصحراء شكلها ايه، لكن الغريبة ان من الناحية التانية في مية، واسم المكان ده سولتن سي، يعني ناحية صحراء جدا والناحية التانية بحر اسمه سولتن سي. دي كلها في صحراء في كاليفورنيا. احنا هنا في عز الحر، يعني درجة الحرارة في المنطقة دي بتوصل ل 120 أو 50 بالسلسياس، لكن في المكان ده شخص يقول أنا عايز أعمل حاجة لربنا، وما كانش عنده إمكانيات ولا كان عنده خبرة ولا كان عنده حتى حاجة شافها قبل كده بيقول عايز أعمل حاجة زي كده، يعني he was not copying حاجة شافها. حبه لربنا الغير عادي خلاه يعمل الماونتن اوف سالفيشن، وسماه الماونتن اوف سالفيشن لأن هناك بيعلن عن رسالة الخلاص ومحبة ربنا في الأرض دي. انا واخداكم معايا وهنروح مع بعض ونشوف الماونتن اوف سالفيشن اللي موجود في صحراء كاليفورنيا.
احنا موجودين هنا في السالفيشن ماونتن. السالفيشن ماونتن ده جبل اتبنى بشخص واحد بس اسمه لينارد نايت. كان بيحب ربنا قوي وكان عايز يقول لكل الناس ان ربنا محبة. God is love. كان شايف ان الحب هو ده مصدر الحياة. ان الحب ده هو source of life. كان بيحب ربنا قوي وكان بيحب الناس قوي. عشان كده ما كانش عايز يخفي حب ربنا عن الناس. كان طفل صغير اتربى في بيئة صعبة ووقت صعب وبطل المدرسة وهو صغير، ما كملش تعليمه لأنه كان استطر، يعني كان بيتهته، فكانت الأطفال وزمايله في المدرسة بيضحكوا عليه وكانوا بيضطهدوه، وكان دايما هو مصدر الضحك بتاعهم. ساب المدرسة وكره حياته، لكن كان حاسس ان في هدف لحياته من وهو صغير. من وهو طفل صغير لما كان بينام كان بيحلم انه راح كاليفورنيا. هو من نبراسكا، لكن كان بيحلم وهو طفل انه جه كاليفورنيا، وكان شايف نفسه في وسط جبل، وكان متمتع جدا بحياته في الجبل وهو طفل في احلامه. مين كان يعرف ان الحلم ده كان ربنا هو مصدره وكان بيقوله على المستقبل بتاعه. زي ما قلتلكوا اتربى في البيئة الصعبة دي وساب المدرسة وهو طفل صغير وراح الجيش ودخل الحرب، وطلع من الحرب وهو بيقول انا ايه معنى حياتي، انا اموت احسن. كان فقير وغلبان، بياخد يعني جزء صغير قوي من الحكومة علشان يعيش، يعني تقدر تقول انه كان هوملس، لكن كان بيحلم بمجيئه لكاليفورنيا. وجيه فعلا كاليفورنيا، وجيه وهو كان عنده تراك صغير. التراك ده كان ابيض، التراك ده كان كل حاجة في حياته، كان بينام فيه وبيأكل فيه وبيشرب فيه. ووصل لغاية الصحراء هنا وحب المكان. طبعا الصحراء هنا زي ما انتوا شايفين صحراء، ما كانش فيها حاجة خالص خالص، لكن لقى نفسه وعاش هوملس على الترك بتاعه. كل اللي كان بيعمله يقول له رب انا بحبك، انا حاسس بحبك، انت محتويني في حبك، انا بحب الناس، ازاي اقدر اوصل لهم حبك، ازاي يعرفوا ان انت بتحبهم وانا في المكان ده. وابتدى ربنا يحط في قلبه بزار صغيرة لحاجة عمره ما شافها ولا حلم بيها. تعالوا نتحرك مع بعض ونروح جوه ونشوف ايه اللي عمله بالظبط لينارد نايت، والالوان والجمال اللي هو عمله من ولا شيء ولا شيء، ولا متعلم ولا غني ولا عنده امكانيات، ولا متعلم ولا غني ولا عنده امكانيات، حتى مش بيعرف يتكلم كويس، كان بيستطر، لكن حبه لربنا خلاه يعمل في وسط الصحراء مسبح للرب. وكان حاسس دايما انه في يوم من الايام العالم كله هيجي ويشوف الحاجات الصغيرة اللي هو بيعملها، التلوين الصغير. من كتر حبه للانجيل كان بيكتب بالالوان الايات على الجبل. طب والنطرة لما كانت تيجي كانت تنزل كل اللي هو عمله وكل اللي هو بناه ده، كان يهده يروح يعمل من تاني. And never give up. لأنه كان بيحب قوي كان مديله الإصرار على التكميل. أنا عايز أكمل، أنا عايز أشوف الآيات موجودة، أنا عايز أشوف كل الناس اللي هي ماشية بالعربيات تشوف كلمة ربنا وتعرف إن God is love. كان مصر على كده. كانت الناس وهي ماشية بالعربيات تقول ده في واحد راجل مجنون هنا، ما كانش حد قادر يصدق ويعرف ايه الرسالة بتاعته وايه اللي هو بيفكر فيه. كانوا فاكرينه مجنون، واحد لابس اي كلام وعايش اي كلام
ونايم على التراك ده، شايفين التراك ده الابيض؟ حوله علشان يكون بيته. التراك الابيض اللي هناك ده، الناس كانت تقول الراجل المجنون ده تعالوا نروح رامين له ايه شويه جالونز اوف الوان بوهيه، يعني كل يوم يجوا يلاقوا استخدم علب البوهيه ويلاقوه رسموا بيه حاجه، يروحوا يجوا ويرموا له تاني بوهيه تاني، ويجوا يلاقوا ايه ده، ده البوهيه دي كلها عملت شغل حلو قوي وعملت الوان جميله. وتبتدي الناس تقف، حتى اللي ما كانوش بيعرفوا ربنا ابتدوا يقفوا علشان يقروا الكلام اللي ليونارد كتبه على الماونتن ده. طبعا هو تعب قوي علشان يخلي الماونتن ده يقف، ولما المطر تنزل زي ما قلتكم المطر يبهدل الدنيا، لكن كان يقعد يلم القش ويلم الحاجات اللي الناس بترميها ويحطها ويلزقها مع بعض عشان تثبت الصورة ويثبت الكلام اللي مكتوب. راجل عمل مذبح للرب من لا شيء. انت النهاردة عندك ايه؟ وانت عندك ايه؟ عندك ايه ممكن تديه الرب؟ الراجل ده ما كانش عنده حاجة خالص، ولا تعليم ولا فلوس ولا رؤية، ما شافش الموضوع ده في حتة وقال انا هكمل بيه هعمل زيه. لا، حب قوي، والفورس اوف لاف وقوة الحب لربنا وللناس هي اللي عملت ده كله. تعالوا نكمل ونروح ونشوف ونقرأ الآيات المكتوبة. بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم، كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج. كلمة الله مليئة بالوعود والتشجيعات التي نحتاجها كل يوم لنحارب بيها ونثبت فيها. كتاب مواعيد الله وبركاته لحياتك، إنتاج برنامج المرأة الفاضلة، يحتوي على وعود الله من خلال آيات كتابية عن السلام، الفرح، الغفران، العزاء، الحماية، تسديد الاحتياجات. اطلب نسختك اليوم من هذا الكتاب وإلهج بناموس إلهنا نهارا وليلا. ربنا دعانا إننا نبني جيش يحارب بالصلاة ونقوم بحركة صلاة عالمية. علشان كده بشجعكم إنكم تبعتوا طلبات الصلاة، وهنبعتها لمجموعات الصلاة والمتشفعين في كل مكان بنروح فيه في العالم. بناخد طلبات الصلاة بتاعتكم في الأراضي المقدسة، وهناك بنطلب من الرب إنه يلمس كل احتياجاتكم ويستجيب لطلباتكم. طلبات الصلاة كمان بتروح لحوائط الصلاة في الكنائس اللي فيها صلوات مرفوعة 24 ساعة. تقدروا ترسلونا بطلبات الصلاة في أي وقت على موقعنا في الإنترنت www.mfadila.org أو في الإيميل info@mfadila.org. شايفين كل
كل الألوان دي بتاع علب البوهية اللي كانت الناس بترميها له كده من على الطريق، علشان كانوا بيقولوا الراجل المجنون الفنان اللي بيعرف يستعمل الألوان، فكانوا يرموا له الحاجة وهو يستخدمها ببراعة. هو على فكرة ما كانش يعرف نفسه انه فنان، ولا كان حتى لما حد يقول له انت فنان يقول له نو انا ما اعرفش اعمل حاجة، انا بس اللي في ايدي بعمله. شايفين البساطة؟ البساطة وعدم الفخر واحساسه انه ما يعرفش يعمل حاجة، لكن باللي عنده البسيط قوي اقدر ان انا اقول لك يا رب ان انا بحبك، واقدر اعبر للناس عن حبي ليك وعن حبي ليهم. انا نفسي الناس كلها تتمتع بالحب اللي انت مالي قلبي بيه، اللي خلاني اعيش 30 سنة ابني الجبل ده، جبل ليك يا رب، ابني مسبح ليك يا رب. شايفين عمل السلم؟ السلم ده اللي هي الاصفر، شايفين السلالم الصفرة دي؟ وكان بيجي الناس لما ابتدت تبان للمنطقة دي منظر جميل، ابتدت الناس تيجي وابتدت الناس عايزة تشوف ايه اللي الراجل ده بيعمله. كان بياخدهم ويطلعهم الجبل ده اللي هو عبارة عن 3 أدوار لغاية ما يوصلهم فوق للصليب، لإعلان الصليب، قوة الحب، قوة الله لخلاص البشرية. ويفضل يقول لهم لو تعرفوا قد ايه انا بحبه، لو تعرفوا قد ايه هو بيحبكم، هو دعيكم لعلاقة الحب دي. احنا مدعوين كلنا لعلاقة حب، لانتمسي، لعلاقة مفيش حاجة ممكن تقف قدامها، سحرة ما تقفش قدامها، ولا امكانيات ما تقفش قدامها، لكن اشوف ايه اللي انا اقدر اعمله، ازاي اعبر عن حبي بكلمات وباللي في ايديا. الراجل بنى المنطقة دي كلها علشان خاطر الماونتن. لما بنى الماونتن ابتدت الناس تيجي وتحب تسكن في الحتة دي وتحب تشوف الحتة دي. لا يستحيل شيء، مفيش حاجة مستحيلة، مفيش حدود ممكن توقف قوة الحب. قوة الحب جبارة، قوة الحب هي اللي خلت يسوع يجي للأرض علشاني وعشانك. قوة الحب تقدر تغلب أي كره، الحب أقوى من الكره. يا ترى احنا بنختار الحب؟ بنختار نحب ربنا ونحب الناس؟ مثل حي على شخص ما عندوش حاجة لكن عمل حاجة كبيرة. كان دايما بيحلم ويقول في يوم من الأيام العالم كله هيعرف عن المكان ده، وهيعرف قد ايه انا حبيت ربنا وحبيت الناس. مين يقول بعد كام سنة؟ هو توفى سنة 2014 وتوفى هو عمره 80 سنة. النهاردة انا جاية بعلن في كل الدول العربية، كل عالمنا العربي، كل الناس اللي بيتكلموا عربي عن قصة هذا الرجل اللي حلم ان حكايته وحبه لربنا هينتشر في العالم كله. هل انت عندك دريم وانت عندك دريم وبتقولي مستحيل انه يتحقق؟ دي كذبة من العدو. كلمة مستحيل دي خدعة من العدو. احنا واقفين هنا قدام قوة الله في تحقيق الاحلام، قوة الله في استخدام الضعيف اللي ما عندوش حاجة علشان يعمل للرب مسبح العالم كله يشوفه. بعد ما تبنى المكان ده الكونجرس ريكوجنايزد وجود المكان ده، محطات تلفزيونية كبيرة كانت بتيجي وبتصور المكان ده، منها الديسكفري تشانل جت وصورت المكان ده. هو شاف جزء منه لكن في جزء منه ما شافوش. بعد ما راح السماء بيعلن في كل الأرض، لكن ممكن هو يكون من الكلاود اوف ويتنسز اللي فرحان فرحان باللي بيحصل، ان النهارده العمل ده هيوصل لكل الدول العربية ويعرف الناس ان كان في واحد بيحب ربنا قوي وكان بيحب الناس قوي.
وبيعلن حب ربنا ليك وليا النهاردة. كان بيعلن وبيقول لا للمستحيل، كل شيء مستطاع لدى المؤمن. مهما يكون الحلم بتاعك مستحيل، وممكن الناس تكون بتقول عليك مجنون، بيكلموك يقولوا لي انت مجنونة، ازاي حتى تفكري في الفكرة دي؟ كان مجنون بحب ربنا، كان مجنون بحبه للناس، وعايز كل الناس تعرف ان ربنا بيحبها، حتى الناس اللي في الصحراء. لو تشوفوا كمية الآيات المكتوبة على الجبل ده، كمية الآيات اللي بتعلن حب ربنا في كل حتة. God is love, God is love, God is love, love, love. قوة الحب اللي كان مليان بيها واحد، يمكن العالم كان بيحتقر وبيقول عليه ده مجنون، ده ولا متعلم ولا فاهم ولا أي حاجة، لكن شوفوا قوة الحب تصنع المعجزات. العربية دي اللي قدامنا، العربية دي مكتوب عليها repent يعني توب، دعوة للتوبة، دعوة للخلاص. كام آية وكام كتابة مكتوبة بخط لينارد نايت، عارفين كان بيعمل ايه؟ كان بيروح يلملم الكراكيب والحاجات زي اللي بنقول عليها الروبابيكيا، وكان بيجيبها هنا على كان عشان كان بيؤمن كويس قوي ان مفيش حاجة اسمها روبابيكيا لا تستخدم، كل حاجة ممكن انها تستخدم لإعلان مجد الله. يروح يلاقي عربية مكسرة ووقفت في الصحراء، ويشوف ويشوف مرة واثنين وثلاثة العربية خلاص ملهاش صاحب، يروح جايبها في المكان ده اللي هو عاش فيه. المكان ده هو عاش فيه في الصحراء في درجة حرارة بتوصل لخمسين في الصيف، ويقعد يكتب من الساعة 5 الصبح لعشرة الصبح، وبعد كده يدخل ينام ويقوم يقضي وقت لغاية آخر الليل في لقاء مع ربنا، في وقت بيقضيه مع ربنا وبس، مديتيشن، وقت تأمل، يقعد هو وربنا يقرأ الكتاب، ربنا ويديله حب جديد ويملأ قلبه بحب جديد، ويطلع تاني يوم ويعمل نفس الشيء. في الوقت ده المنطقة دي ولا كان في كهرباء ولا كان في مية، كان بيخرج بالتراك بتاعه ويروح يسوق علشان يجيب مية عشان يقدر يشرب مية عشان يعيش، وياكل أي حاجة موجودة، ويجي علشان تاني يوم يكمل عمله في بناء الماونتن، ماونتن الحب، ماونتن الخلاص اللي بيعلن عن خلاص الله وحب الله للبشرية. والإنسان صغير حاول باللي عنده أنه ينشر محبة الله ويشاركها مع باقي الناس. ليونارد راح السماء في سنة 2014، وإحنا دلوقتي في سنة 2021، يعني كام سنة، لكن شوفوا الألوان لسه موجودة إزاي. عملها كله في الوقت ده، 30 سنة بيعمل في الجبل وفي العربيات، ويجيب الجنك من كل حتة حواليه ويرسم عليها ويعمل من الرماد حاجة جميلة قوي. إيميل أنت جيت معايا وصورت، ولينا ساعات موجودين في المكان هنا بنصور. حقيقي. إيه إحساسك وإيه الدرس اللي تتعلمه من المكان ده؟ هو التواجد في أي مكان فيه حاجة بتمجد ربنا بيفرح قلب أي حد مؤمن، فالمكان هنا بيبسط، الحجارة بتتكلم، في رسالة واضحة لكل الناس. إيه الرسالة؟ إنه في ناس ممكن تفني حياتها، الراجل ده ضيع 30 سنة من عمره بالنسبة للمنظور البشري هم ضاعوا، لكن الله كان شايف ان هو بيديله حياته، بيديله 30 سنة بيتعب علشان ناس تانية تيجي تقرأ رسالة تعرف ربنا، تشوف انه في حد ممكن يضيع 30 سنة من حياته مؤمن برسالته، بالفيجن اللي عنده، بالرؤية، علشان يوصل اللي جواه واللي ربنا حركه ان هو يعمله.
لفت نظري كمان انه العربيات والمركب اللي هناك دول والحاجات كلها اللي موجوده بره، من بره من الخارج شكلها تحفه جدا، تحفه فنيه، بس قلبها كله زباله وحاجات مرميه جواها وحاجات متهالكه والزمن دمرها تماما. انا شايف انه هو قدر يحيي الحاجات اللي كانت الناس رميها، والرساله النهارده انه الحب ممكن يحيي الاشياء، ممكن يحيي حياه حد، ممكن يحيي شيء. لو شفتيه من بره كده وتأملتي فيه شوية تقولي ده خلاص ملهوش نفع، لكن شايف انه الفن المسيحي بيربط ما بين رسالة فنية ورسالة روحية، شايف انه ده اعظم انواع الفن في العالم، وشايف انه الاتقان ده اللي الراجل عمله مستحيل يجي من غير حب ومن غير ايمان قوي بانه هو هيعمل حاجة هتنقل الناس وهتأثر فيهم. الناس اللي موجودة النهاردة دي كلها علشان في حد آمن بحاجة ما كانتش موجودة، كانت عدم، وهو بالحب وبإيمانه إداها حياة. فاضلة تتحلى بصفات الإيمان، عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جد جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان، كسفينة تاجر من بعد تجتذب طعام، وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان، يمدحها زوجها ويطوبها الأبناء، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان. في سفر الأمثال، إن وجدت لرجلها تغنيه بكمال، كاملة مخلوقة من ضلعة إنسان، قادرة موهوبة وثمنها فاق الأثمان، حب يحفظها رجل الإيمان، وتعينه ويعينها دوما في كل مجال، فتبارك بيته وتبارك